والختم فني بفيلم عليزا والذي ظل راسخا في ذاكرة المغاربة منذ عرضه قبل 20 عاما. اليوم يعود من جديد إلى قاعة السينما في نسخة متجددة مع الاحتفاظ بنفس المشاهد ونفس التوظيب واستعمال تقنيات صورة وصوت متطورة وعالية الدقة. الفيلم يناقش بالدرجة الأولى القضايا المتعلقة بأطفال الشوارع ومعاناتهم. ريبورتاج يوسف الغازي والتحرير لسعيد أجانا. من منكم لا يتذكر تفاصيل شخصية علي زوا بأحلامه وطموحاته الكبيرة؟ ففيلم علي زوا بعد 20 عاما من صدوره عاد اليوم للقاعات السينمائية في نسخة تعتمد على تقنية عرض عالية الدقة. غالبا ديال اليوم اللي ما شافوش الفيلم في 2000 ملي خرج وكيعضوا على علي زوا، كي من بعد مره كيقولوا الكلام ديال علي زوا ولا الغناء ديال علي زوا، ولكن ما شافوش الفيلم، وخصوصا في هاد لي كونديسيون قناه السينما. داكشي علاش درنا واحد لا روماستيريزاسيون. بالنسبه كيف ما قال نبيل، المداخل ديال الفيلم غادي تكون 50% الجمعيه ديال بيتشي و 50% غادي تكون الاربعه ديال الابطال اللي مثلوا في الفيلم ديال علي زوا، اللي منهم انا عاد بلا مقاولات. انا الحمد لله صافي بليزير كنمثلهم انايا اليوم. الفيلم يناقش ظاهرة أطفال الشوارع، حيث انطلق مخرجه نبيل عيوش من قصة علي زوا ليصف طريقة عيش ومعاناة هذه الفئة داخل المجتمع. اليد في اليد إلا اهتمينا بهذوك الأطفال اللي هم الحقيقة ضحايا واحد الوضعية معينة وتعاني من الوصم المجتمعي، أنهم على الأقل نعطيهم الفرصة باش تكون عندهم عيشة كريمة في المستقبل إن شاء الله. منذ عرضه سنة 2000 نال فيلم علي زوا استحسان الجمهور وحاز على 44 جائزة من أكبر المهرجانات، لتظل قصة الطفل زوا راسخة في ذاكرة كل المغاربة.